سائل يقول: هناك من يطالب بإنشاء متحف إسلامي يوضع فيه كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من آثار، يقول: ما التوجيه في ذلك؟ لا يجوز هذا، لأن هذا يبعث على الغلو في هذه الآثار، ويقال هذا بعد النبي وهذا لامسها النبي وهذا، ما يجوز هذا، هذا إحياء للبدعة. نعم.